Cordy all the way across to Mahrez, who leaves it behind. Oh, what a finish! As cold as you like! نشرة أخبار الرياضة من قناة الأجواء، أهلا بكم. أكدت مصادر مقربة من الفاف أن الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة رفض تسليم المهام إلى العضو المعين لخلافته محمد معوش حسب ما كان مقررا سابقا. كما أكد الرئيس عمارة لمقربيه أنه لن يقدم استقالته إلا في جمعية عامة استثنائية سيحدد تاريخها لاحقا، وتشمل الاستقالة الرئيس وكل من أعضاء مكتبه لتجنب الوقوع في فراغات قانونية، ويتم انتخاب رئيس جديد لعهدة أولمبية، وهو ما يرفضه كل أعضاء المكتب الفيدرالي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. عودة الرئيس عمارة إلى مكتبه وترأسه لأشغال المكتب الفيدرالي الذي سينعقد في 11 أفريل الجاري. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الأمين العام للفاف منير دبيشي شرع في إرسال الدعوات من أجل حضور الاجتماع الذي قد يشهد غياب شرف الدين عمارة بضغط من أعضاء مكتبه. أجرى لاعب المنتخب الوطني المحلي سهرة الأحد أول حصة تدريبية لهم بالمركز الفني لسيدي موسى، وغاب لاعب الناخب الوطني مجد بوغر عن المنافسة منذ ديسمبر الماضي تاريخ تتويجهم بكأس العرب في قطر، ويستعد محلي الخضر لمواجهة نظرائهم الطغوليين وديا مرتين بملعب البليدة سهرتي الخميس والأحد. وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في فترة ما بين 8 و31 من جانفي من عام 2023. في رابطة أبطال إفريقيا ولحساب الجولة 6 والأخيرة، سقط وفاق سطيف سهرة الأحد بنتيجة 0 أمام مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، ولعبت هذه المباراة بمدينة الدار البيضاء المغربية تحت إدارة تحكيم مصري، واهتزت شباك الحارس سفيان خضيرية بهدف من الرجاء البيضاوي في 74 من عمر المباراة. وعن الفوج الثاني ذاته، وفي مباراة أقيمت فعاليتها مساء الجمعة، تعادل نادي حورية من غينيا كوناكري مع الضيف فريق أمازول جنوب الإفريقي بنتيجة التعادل الإيجابي 0 وهكذا تأهل فريق وفاق سطيف والرجاء البيضاوي لربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. ودع فريق شبيبة الثورة مساء الأحد سباق منافسة كأس الكاف رغم فوزه خارج القواعد بثنائية نظيفة على نادي ليو بارتس من إسواتيني، وسجل ثنائية ممثل الكرة الجزائرية كل من المهاجمين إسماعيل سعدي في 51 وأسامة بلطرش بعد 3 من ذلك. وفي مباراة أخرى عن الفوج الثاني، تعادل نادي أورلاندو بايراتس الجنوب الإفريقي سيلبان مع الضيف فريق الاتحاد الليبي، واحتل بذلك شبيبة الثورة المركز الثالث 10 في المجموعة. وهكذا تأهل فريق أورلاندو بايراتس والاتحاد الليبي لربع نهائي كأس الكاف. في أخبار محترفين، وضعت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الجزائريين يوسف عطال وأندي ديلور ضمن التشكيلة المثالية للجولة 30 من دور الدرجة الأولى في فرنسا. ودخل يوسف عطال ومواطنه أندي ديلور التشكيلة المثالية للدور بفضل هدف سجله أندي ديلور في شباك رين بعد تمريرات حاسمة من يوسف عطال. دوليا، وفي الدور الإسباني، حسم فريق برشلونة مباراته القوية أمام ضيفه إشبيليا بهدف دون رد سجله اللاعب بيدري في 72 من عمر المباراة. وفي الدور الفرنسي، انتصر باريس سان جيرمان على ضيفه لوريون 5-0 في ليلة استثنائية للثلاثي المميز الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا. نشرتنا الرياضية تمت مشاهدينا، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، سهرة طيبة، في أمان الله.
across tomorrow.